بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متتبعي صفحة I Love بسكرة. دائما مع المبادرة لن ننام وإخواننا جائعون في هذا الشتاء البارد. تحياتي للجميع لكل محسن غيور، لكل متبرع فخور. ربي يعطيكم ما تتمناوا، ربي يرزقكم الصحة والعافية، ربي يجعلها في ميزان حسناتكم، ربي يقوي إيماننا، ربي يصلح حوالنا إن شاء الله يا ربي لما فيه الخير. المبادرة تاعنا متواصلة ومستمرة. نعتذر البارح ولا يوم أمس كانت الأجواء شوية مشحونة، المقابلة ومانيش على بالي، بصح رانا درنا المبادرة وكثر خير المتطوعات اللي طيبونا ووزعنا. وبالمناسبة البارح ثاني كان كاين جنازة عيطونا في آخر لحظة، عيطونا زمان 6:30 هكاك ولا 7، داروا معروف ثاني على المرحوم تاعهم، ربي يرحمه، ندعو له بالمناسبة هذه، ربي يرحمه إن شاء الله وربي يكون مأواه الجنة إن شاء الله يا رب. قلنا البارح درنا احنا الوجبة تاعنا اللي كالعادة يعني 30 بار هذيك ولا 35 بار اللي كنا ديما نوزعوها، وزيد عيطونا الجنازة هذه زدنا هزينا 30 بار هكا يا أخي، زدنا هزينا 30 بار وزعناهم. يعني البارح كان الخير وشي النتيجة البارح تاع المنتخب الوطني ما كانتش مليحة اللي فاجئتنا، مي بربي ان شاء الله مربوحة ان شاء الله في المقابلة القادمة ان شاء الله، ونتأهلوا ان شاء الله بالدعاوي نتاعكم ان شاء الله. مالغري رانا كنا البارح والله غير صح بيتين يعني الشعب الجزائري كل البارح كان تعبان وكان يعني متعصب، والنتيجه يعني كانت سيئه يعني بالنسبه لنا احنا، مي الحمد لله احنا عندنا ثقه في الفريق تاعنا، وبربي ان شاء الله بربي ان شاء الله يعاودوا يرجعوا في المنافسه هذه، وبربي ان شاء الله يروحوا لابعد دور ويعاهدونا كيما مالفين ويشرفوا الالوان ان شاء الله الوطنيه، وبربي ان شاء الله الجزائر ديما في العلالي يا ربي، ينصر فريقنا الغالي يا رب. المهم خرجنا شويه من الجو تاع المبادره، رحنا للفريق الوطني، نعاودوا نرجعوا للمبادره تاعنا كالعاده كالعاده. دائما في الوجبه تكون فيها كيما اليوم كاين روز بلية، روز بالديجي مدجدج والبيض، او كاين الجي قرعمه والخبز. نشكر كل من ساهم وكل من تبرع ولو بهذه بالباطه تاع الجي هذه، نشكروه ويجعلها ربي في ميزان حسناته. تاع الماء ثاني نشكروه الحق يعني عطانا باليطه، ربي يثبت اجرهم ان شاء الله، وربي يقوي، ربي يحفظ وليداتهم ان شاء الله، وربي يرزقهم الصحه والعافيه ان شاء الله يا رب. منا شيخ منا افتح يا سمسم، منا افتح يا سمسم، هاي شربه سخونه. الله يريح الشيخ. غير مثال هذه ولا شيها نقولوا شعيره دويده، هذه يقولوا لها دويده، نقولوا لها دويده، دير لها الدبشه هذه. يعني والله العظيم نفرح، انا نفرح صراحه نشوف الوجبه سخونه، سيرتو الوجبه سخونه نفرح. اخواننا راهم والله العظيم كون ديروا دوره وتشوفوهم كيف راهم يباتوا، يباتوا ثاني لبرا في العراء، والله غير لبرا نروح ندو لهم الماكله، والله غير يباتوا في العراء. يعني حنايا يعني نخفوا عليهم شويه بالوجبه السخونه هذه، يعني ربي قوينا، ربي يكثر الخير ان شاء الله. نداء تاعنا دائما باب تطوع راه مفتوح باي حاجه، بالطياب بالدعاء بالبارطاج بالكلمه الطيبه باي حاجه. احنا رانا ديما النداء تاعنا اللي راهو مستعجل، حابين الناس تطوع طيب معنا، والله غير نجيب لكم كلش، نجيب لكم الخضره الرفي طايمه، نجيب لكم الدنيا كل، عاونونا بالطياب برك، خاطرك اللي راهم يطيبوا يتعبوا شويه. عندنا زوز متبرعات، ربي يجازيهم، ربي يثبت اجرهم ان شاء الله، ربي يحفظ لهم وليداتهم. لازم نرتحوهم شويه. اتصلوا على الارقام، ام كاين الارقام في اللايف، اتصلوا على الارقام باي مساعده باي حاجه اتصلوا. رانا هنا المجموعه تاعنا مجموعه تاع لوبسكا، ربي يقويها، ربي يزيدنا ايمانا، ربي يثبت اجرنا ان شاء الله واجر الجميع يا ربي يا ربي في هذا الشتاء البارد يا رب. باش ما نطولوش عليكم، باش نروحوا نوزعوا الوجبات هذه على الناس المستحقيها يا ربي. الباب التطوع راه مفتوح، باي كيما تحبوا نتوما، والله غير كيما تحبوا نتوما، حتى تدعونا برك معاك وتبارطاجيونا اللايف هذا باش توصل الميساج هذا للناس كل ان شاء الله يا ربي يا ربي.
المهم ربي يقوي يقويكم ربي كثر الخير ان شاء الله. في الاخير نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في فرصة قادمة ان شاء الله غدا، دائما رانا ننتظروا في المساعدة تاعكم، وربي يثبت اجر الجميع ان شاء الله. والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله، ربي يقوينا وربي يثبت اجر الجميع. سلام.